حيما مشاهدينا متابعينا الكرام، اجدد التحيه بكم مره ثانيه مع انطلاقه شوطنا 18 في تعداد اشواط صباح هذا اليوم من هنا من ارضيه هذا الميدان، ميدان دستور احد افرع واذرع المرموم بدانه الدنيا دبي. شوطنا 18 وهو شوط خاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالحجاج الجعدان. مسافتنا المعتاده والمقرره هي 3 كيلومترات. ننطلق بالصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، نتابع المقدمه وأرى التحديات من ايلان لخالد بن عشوي بن عنبر بن جشعم من قاد المجموعه، ولكن التسلل اللي انطلق ايضا بتحديات هذا الشوط، نتابع مطفي غدير بن حميد بن خميس اليديلي من يتابع انطلاقة مطفي المركز الثاني. أراني مشوق لناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، ومن الجانب الآخر الغزال لحابس بن سعيد بن سالم الزرعي يتسلل، ولكن أرى الوسمي، اللي قاد المجموعة مبارك بن سعيد بن سالم بحقب الشامسي، والتحديات القادمة من ناصر أحمد بن حميد بن دويسي الشامسي ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات نعود مشاهدينا متابعينا الكرام من مطفي لغدير بن حميد بن خميس اليديلي، ورابع التحديات القدوم من شاهين لسعيد بن محمد بن كراز المهيري. النقلة التالية مع المركز الخامس أرى القدوم من الدكتور لمحمد بن علي بن عيف العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس بأرى التحديات لمعاهد عامر بن حمد بن علي العمري، وسابعا القدوم أيضا من الدرع لمبارك بن سعيد بو حقب الشامسي. النقلة التالية مع المركز الثامن ومشوق ياتي ثامنا بشعار ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، وتاسع التحديات مرحب مايد بن احمد بن محمد المهيري ينطلق مع المركز التاسع. عاشر التحديات من الجانب الاخر انطلاقه النصر يحيى بن الصغير بن قنون بن يراده الكتبي ايضا متابعا لهذا الانطلاقه مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية وأرى الوسمي، على رأس الحربة مبارك بن سعيد بن سالم بحقب الشامسي. من يتابع انطلاقة الوسمي اللي منطلق مع هذا التحدي المثير، ويا الرشوط بحقب مع انطلاقة الوسمي والكيلو المتر الأخير والخطير. أرى التحديات من مطفي لغدير بن حميد بن خميس اليديري، والقدوم من شاهين لسعيد بن محمد بن كراز المهيري. النقلة التالية مع معاهد عامر بن حمد بن علي العمري يتسلل مع المركز الرابع. خامس التحديات مرحب لمايد بن احمد بن محمد المهيري ينطلق مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام الدكتور محمد بن علي بن عيف العامري، ولكن الوسمي انطلق بعد المسافة يا سلام، الأداء متميز والعرض رائع، والوسمي ينفرد بناموسي هذا الشوط. مبارك بن سعيد بحقب الشامسي، ولكن التحديات من مطفي لغدير بن حميد اليديري مع المركز الثاني القدوم من معاهد لعامر بن حمد بن علي العمري، واللحظات الأخيرة التحديات المثيرة. يا سلام مطفي والوسمي، ومطفي اللحظات الأخيرة، المعركة على مقدمة هذا الشوط. والسلامات حائرة بالفعل مع هذا الانطلاق المثير اللي قدمه مطفي، ولكن الوسمي بيضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار. سلام سلام زاخر سلام، اسعدت صباحا، تهانينا لمبارك بن سعيد بحقب الشامسي على فوز الوسمي بالمركز الأول. المركز الثاني يصل فيه مطفي لغدير بن حميد اليديلي. المركز الثالث التحديات أيضا من شباب العلي بن حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع والبقية بن حيلن الأعضاء. خط النهاية الدخول كان جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الوسمي إلى خط النهاية، يقطع مسافة السباق مشاهدينا متابعينا الكرام في فترة زمنية مقدارها
أربع دقائق 38 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا المبارك بن سعيد بن سالم بحقب الشامسي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هذه لحظات وصول مطفي. أربع دقائق 39 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا الغدير بن حميد بن خميس اللي ديلي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث الشباب لعلي بن راشد بن حمد بن غدير، ياتي في فترة زمنية مقدارها أربع دقائق بالتأكيد. هذه لحظات الوصول 42 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.